التهابات الغدد العرقية. الغدد العرقية عندنا فوق 4000 غدة عرقية موجودة في الطبقة الثالثة من الجلد، الطبقة العميقة. الغدد العرقية نوعين، نوع بيكون مع مرحلة البلوغ عند نمو الشعر على الوجه تحت الأباط في المناطق الحساسة، والنوع الثاني اللي بيكون ملاصق لبواصلات الشعر. هلا إذا صار في عندي التهاب في الغدد العرقية، طبعا هذا بيؤدي لرائحة كريهة، رائحة في الرجلين، رائحة تحت الأباط، رائحة العرق هذه المزعجة. ومن أهم العلاجات لهيك حالة إن نعمل مقشر طبيعي ونعمل زي حمام تركي بيتي لحالنا بالمقشر هذا. هلا إذا بدي أعمل مقشر عشان أقشر الجلد أو أنظفه أو أخفف من الالتهابات، إذا لازم أحط فيه مواد مضادة للالتهابات، مواد سريعة في عملية التعقيم والتنظيف وتخفيف حدة الالتهابات. عندنا الخيار واسع في عمل هذا السكراب أو المقشر الطبيعي. المواد اللي ممكن تستخدموها في عمل المقشر الطبيعي، اول شيء بدكم تستخدموا الاعشاب. الاعشاب بده يجي يابس او بشكل جاف وانتم تطحنوه كبودره، اللي تضيفوا من البودره هذه على الخلطه. عندكم الريحان، شجيره الريحان. عندنا الحبق او الريحان اللي احنا بنسميه ريحان، هاي الشتل الصغير هذا الحبق. عندنا شجرة النيم، أوراق شجرة النيم. شجرة النيم من الأشجار المعروفة وتستخدم زيوتها وأوراقها في عمل كل المستحضرات الطبية تقريبا، يعني هي من المعقمات الأساسيات، قاتلة للبكتيريا، قاتلة للالتهابات ومخففة للجراثيم. عندنا الميرامية الشجيري أو الميرامية، ممتازة لعملية قتل البكتيريا وتخفيف الالتهابات وتخفيف من التعرق الزائد. الميرامية شوفي عنا أعشاب كمان ممكن نستخدمها. عنا الخردل، الخردل اللي بيجي كبذور، بذور الخردل في أصفر وفي أسمر وفي بني، جيبوا النوعية اللي بدكم إياها اخلطوها. الخردل من أقوى المعقمات داخليا وخارجيا. الخردل يستخدم في صناعة المستردة، المستردة هذه اللي تؤكل بكثرة مع المشاوي مع الوجبات السريعة، اللي هي عبارة عن خردل مع الكركم. والكركم أساسي إنكم تستخدموه في موضوع التقشير، مش حيصير جسمكم وجلدكم أصفر لأنه هذا التقشير مش حيظلوا على الجلد. يعني احنا لما نعمل التقشير والفرك بنعمله لمدة دقيقة دقيقتين ثلاثة وبنغسله. ما بضل عنا شوائب. اوكي، هاي الاعشاب كفاية. خلينا نقول جهزنا المطحون من هذه الاعشاب الجافة، بنضيف عليه كمان إذا بدنا نعمل مقشر بنضيف جل الصبار، الصبار الطبيعي أو جل الألوفيرا، ممتاز لعملية التقشير، يعتبر كمرطب رئيسي للجلد ومسرع لتخفيف الالتهابات. هلأ بعد ما نحط الجل، مثلا نحط لنا ملعقتين من الجل، جل الصبار، ملعقتين من مطحون خليط من هالأعشاب المتوفرة عندكم كمطحون، بنضيف كمان ممكن نضيف زيوت عطرية مع التقشير هذا. يعني ممكن نضيف لملعقة من زيت الزيتون، ممكن أضيف ملعقة من زيت جوز الهند، ممكن أضيف ملعقة من زيت السمسم كويس كتير، زيت اللوز كويس كتير، عدا عن الزيوت التانية إذا بدنا روائح القرنفل ممكن نطحنه، الهيل ممكن نطحنه مضاد للالتهاب مضاد للاحتقانات. هذه الأعشاب كلها والزيوت بضيفها مع الخلطة، صار عندي جل صبار، زيوت عطرية، أعشاب جافة مطحونة. شو كمان بدي أضيف؟ إذا في عندكم متوفر طينة البحر الميت مثلا أو أملاح طبيعية، أملاح هيمالايا، أملاح البحر الميت ممكن تستخدمه
الطينة وتحطوها في المسحوقات وتخلطوها مع الأعشاب الخليط العشبي. ممكن تستخدموا الملح الطبيعي، إذا ما في حتى ملح طبيعي استخدموا الملح اللي موجود عندكم في البيت، هذا كمان حينظف وحيعقم. في ناس بيستخدموا السكر، السكر البني كمان جيد جدا، السكر بنظف الجلد وبعطيه طراوة إذا يستخدم مع المقشر ونظارة للجلد. السكر رغم طبعا الشغلات السيئة اللي بتسمعوها عن السكر، بس هاي في فوائد للسكر البني. هاي فصار عندنا التقشير، المقشر الطبيعي جاهز، عملنا لنا خلطة فقط، ما علينا إلا نجيب لنا ليفة طبيعية خشنة نحط منها المسحوق هاد. أول شيء نعمل عملية غسول للجسم في مياه فاترة، نفتح المسامات ننظفها مع فروة الرأس مع الرقبة مع الوجه، كله بدكم تقشروه وتصيروا تفرقوا في المقشر هذا في الليفي الخشنة لكل جسمكم، لكل جسمكم زي كأنكم تعملوا مساج، يعني هيك بتنشطوا كمان الجهاز العصبي. وبعد ما تفرقوه ما بتخلوه على جسمكم، مباشرة بتعملوا عملية الغسل بالمياه الفاترة. بعد ما تجففوا حالكم بعد عملية الغسل، من المستحسن انكم تحطوا زيت زيتون، زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الجوز، اي زيوت، وتعملوا عملية دهن لهاي المناطق. وهيك هاي الوصفة بتكون مرة كل يومين ثلاثة للمضطر، اللي مش مضطر كتير بيعملها مرة في الأسبوع، وهذا بعطيكم نظارة ونظافة للجلد وبمنع الالتهابات تاعت الغدد العرقية ونظافة شخصية، وأفضلكم من الصابون اللي بيكون فيه موجود مواد كيماوية، هيك انتو بتنظفوا حالكم شغلات طبيعية. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود السوس من مدينة رام الله، تحياتي لكم.